وللحديث أكثر عن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين بشأن استهداف الميليشيات الموالية لإيران في قضاء الطرمية وتفجير منازله وترويع سكانه، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة الدكتور يحيى الطائي. مرحبا بك معنا دكتور يحيى. حياكم الله أخي الكريم. دكتور، أصدرتم في هيئة علماء المسلمين بيانا حول العملية العسكرية الميليشياوية ضد أهالي الطرمية شمالي بغداد، بماذا تفسرون هذه الهجمة الشرسة ضد أهالي الطرمية، وهل ثمت علاقة لها بالتوقيت الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع الطرمية مستهدفة منذ وقت يعني بعيد، يعني وكل المناطق اللي تشكل سور لبغداد هي مستهدفة من قبل هذه الميليشيات بين الحين والآخر، ولكن الطارمية وقع عليها يعني ضغط كبير جدا، وهذه الميليشيات طبعا هي المسيطرة على الوضع في هذه المنطقة مع بعض قوات الشرطة وبعض القوات الحكومية منذ سنوات. فالغاية الأساسية هي عملية تغيير ديموغرافي لهذه المنطقة كما حصل في جرف الصخر، يراد للطارمية أن تكون جرف صخر ثانية. نعم. طيب، المستغرب أن النواب يدعون لتنفيذ هذه العملية العسكرية في الطرمية منذ فترة، وهنا نسأل عن هل ما يجري هو نوع من التحريض على الأهالي، وكان من الواجب أن يقوم النواب وغيرهم بحماية الأهالي ضد أي انتهاك وليس بالدعوة إلى عملية عسكرية؟ بالتأكيد النواب الذين دعوا إلى هذه العمليات العسكرية هم من المقربين من هذه الميليشيات المسيطرة على هذه المنطقة، وبالتالي هم يريدون تأزيم الموقف أكثر، وإلا هذه الميليشيات هي تعيث يعني في هذه المنطقة فسادا، يعني اعتقالات وتهجير وتعذيب وقتل إلى آخره من الأمور. وإلا بماذا تفسر منطقة مأهولة بالسكان بسبب حادث يحصل في أطراف المدينة على بعد أكثر من 15 كيلومترا، ثم تقوم هذه الميليشيات بقصف المدينة ومركز المدينة بالهاون، بمعنى هناك عقاب جماعي لهذه المدينة وليس عملية يعني فقط يعني محددة ضد أشخاص، يعني قذيفة الهاون عندما تسقط تستهدف الطفل والمرأة والشيخ وكل إنسان، فبالتالي هي عملية عقوبة لهذه المدينة، عملية إجبار لهذه المدينة على أن تخضع وعلى أن يهجر سكانها وعلى أن يتركوا هذه المناطق. وهذه الميليشيات تمارس شتى أنواع التعذيب على هذه مناطق الطارمية. نعم. ثم هل يعني هم يدعون أنه بسبب يعني ما حصل من حادث لبعض أفراد الميليشيات، طيب هل الأهالي هم مسؤولين عن أمن الحشد وأمن هذه الميليشيات والأمن عن أمن القوات؟ لو بالعكس المواطن هو الذي يجب أن يحمى من قبل القوات الحكومية ومن قبل الشرطة ومن قبل الجيش، يعني أصبحت العملية معكوسة هنا. صحيح صحيح، وهذا سؤال مهم في الحقيقة، لكن بالإضافة إلى ما تفضلتم به دكتور يحيى، هناك أيضا ورود أنباء عن إعدامات ميدانية، يعني إلى جانب أنهم يطلقون قذائف هاون على الناس الموجودين هناك بشكل عام وليس على أهداف محددة، هناك إعدامات ميدانية كما قرأنا قبل قليل في أحد الأخبار أنهم يوقفون سيارات الإسعاف ويقومون بإعدام اثنين أو قاموا بإعدام اثنين من المصابين، كيف يمكن قراءة هذا السلوك؟ طبعا السلوك الإجرامي واضح جدا في هذه العملية لأنها جريمة مركبة، يعني أنت الإنسان ينقل بسيارة إسعاف فهو يحتاج إلى عملية إنقاذ وعملية علاج، عندما تستهدفه بالقتل فهذه جريمة مركبة تدل على وحشية هذه الميليشيات وعدم يعني إعطائها أي قيمة إنسانية لحقوق الإنسان، بل هذا يدل على أن هناك استهتارا بحقوق الإنسان في العراق إجمالا وفي هذه المنطقة بالذات، وإنها وغياب الرادع لهذه الميليشيات ولهذه القوات جعلها تستهدف حياة المواطنين بأساليب شتى ودون رعاية لأي حق من حقوق الإنسان. الكل يعلم سواء في الدستور أو في القانون أو حتى في الشريعة الإسلامية العقوبة الشخصية لا يمكن أن تمتد إلى أهالي منطقة نعم. كاملة ومعاقبتهم هكذا. نعم، أشكرك جزيلا الدكتور يحيى الطائي الأمين العام في هيئة علماء الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة، شكرا جزيلا لك.